حاليا الاستاذ دكتور احمد البليدي هينورنا بمحاضره ممتعه عن الانتيبيوتيك يوزج في الايرا بتاعه الكوفيد 19. What is the good and what is the bad. طبعا الاستاذ دكتور احمد البليدي عالم من اعلام طب الاطفال في جمهوريه مصر العربيه والعالم العربي وفارس لا يشق له غبار في المؤتمرات والحاجات الجميله التركات اللي بيقولها. فان شاء الله نسعد بوجوده معانا ان شاء الله في هذه المحاضره القيمه. اتفضل. السلام عليكم ويسعدني اكون معاكم. عنده محاضرة عن الكوفيد برضه هناك. طبعا لا ماشي شكرا شكرا. مؤتمر جميل موفقين ان شاء الله الاستاذ الدكتور احمد اسماعيل والاستاذ الدكتور عبد الغفار طه ان شاء الله بالتوفيق ودايما في كل صحة وخير. المحاضرة دي الحقيقة قصيرة بس مهمة. هنتكلم على الانتيبيوتيك يوز اميد ذا كوفيد 19 بانديميك. اميد يعني ابان يعني خلال الكوفيد 19 بانديميك. بس انا هبتدي بجمله تشارلز داروين اللي بيقولها It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent but the one most responsive to change. بمعنى انه في الاحقاب السابقة كان في حاجات قوية جدا زي الديناصور اللي قدامكم ده. الديناصور ده اختفى بينما الفار ما اختفاش. ليه؟ لأن الفار قدر يؤدابت بينما الديناصور ما قدرش يؤدابت رغم قوته. وهنا بيجي اللي برضه داروين قالوا في حاجة اسمها selective pressure وnatural selection اللي هو البقاء للأقوى. بس الأقوى مش للأقوى بقى للأصلح. إزاي؟ لما تيجي تروح القطب الشمالي حيث يوجد إكستريم كول مش هتلاقي حيوانات غير ربنا إداها فروة عشان تقدر تستحمل الساعة. فهتلاقي الدب القطبي وتلاقي الفوكس القطبي والذي من. طب ولما تروح الصحراء السلكتيف بريشر اللي هناك ووتر شورتج نقص المية فهتلاقي صبار مش هتلاقي قمح مش هتلاقي مش مفروض يعني رغم ان في طبعا قمح هنعرف بيتصنع للمخصوص للصحراء لكن الكلاسيك. طيب لما نيجي نقول بقى الانتيبيوتكس والبكتيريا تمثل ايه؟ الانتيبيوتكس هي السلكتيف بريشر بتاعه البكتيريا. يعني شايف اللي على ايدك الشمال بكتيريا زرقاء دي نورمال بكتيريا وبكتيريا حمراء دي ريزيستنت بكتيريا. لما يبقوا باث ان انتيبيوتكس البكتيريا الزرقاء هتموت تمام. الغالبيه العظمى منها هتموت. ليه؟ لانها سسبتبل اورجانيزم. امال اللي مين هيتبقى؟ الحمراء مش هتتاثر اللي هي ريزيستنت. تبتدي الحمراء تتكاثر والزرقاء تتكاثر بواقي شويه العدد طبعا هيقل مع الانتيبيوتيك الثاني هتختفي الزرقاء ومش هيفضل غير الريزيستنت سترينز وده اللي بيحصل منه ده سو كولد انتي مايكروبيا ريزيستنس. يبقى لو سالنا نفسنا الانتي مايكروبيا ريزيستنس بتحصل مع ايه؟ مع استعمال الانتيبيوتيك بغض النظر عن هذا الاستعمال جاستيفايد اور نوت جاستيفايد. طب ليه بنتكلم الكلام ده؟ لان احنا في زمن الانتي مايكروبيا ريزيستنس شيء مرعب الانتي مايكروبيا ريزيستنس. But we cannot live without antibiotics. يعني كل ما هنستعملها كل ما هتكتسب البكتيريا ريزيستنس بس ما نقدرش نعيش من غيرها. التاريخ بيقول قصه الانتيبيوتيك قصص نجاح. قلت 100 مره نجيب الريحاني مات وهو سنه صغير يعني مش كبير الحقيقه 60 سنه تمام؟ مات بسبب التيفويد. المفروض خلاص التيفويد ما يموتش في هذا الزمن. كان من القلائل اللي كتب نحيه قبل ما يموت باسبوعين في فيلم ايامنا الحلوه فيلم الشهير
اللي كانت فاتت حمامه عيانه كانت فاتت حمامه عيانه بايه التبين. النهارده بتوع الصدريه يقول لك انا بحب اشوف تبين لان الديفرنشال دايجنوزس بتاعه كانسر في اللنج. وبالتالي الانتي بايوتكس عملت انجازات. التوقعات الاحصائيه بتقول ان سنه 2050 اللي هيموتوا نتيجه للانتي مايكروبيا ريزيستنس اكتر من السكر والكانسر توجذر على بعض. ارقام تخد، بيقال انه هيموت كل 3 ثواني بني ادم. واحنا للاسف ماشيين في سكه الانتي مايكروبيا ريزيستنس بقوه. طيب قال لك طب تستعملوا الجايد لاينز دي هتساعد، بس صدقوني الجايد لاينز اللي عندهم مش شرط تفيد عندنا. يعني الجايد لاينز في السكر، في الدايابيتس، في الابيليبسي، في الهايبر كوليسترولينيا، حتى في الازمه تشتغل. انما في الانفكشن سيركمستانسز مختلفه تماما، زي المناظر اللي قدامك دي. ما ينفعش تحط لي جايد لاينز شمال وتقول لي طبقها مع الناس اليمين دول، مش هينفع. وحط الجايد لاينز بطريقتنا البلدي دي لما وقعد على العشاء ونقعد نتناقش وننقل الجايد لاينز الخارجيه ونحط لها كلمه لوكال، مش هينفع. الجايد لاينز واحده من الفاكتورز اللي لازم تساعدنا ولكنها تحترم ولا تقدس، مش مقدسه. ادخل بقى في قصه الانتي بايوتكس في هذا الابيديميك او البانديميك الموجود. لما جه الابيديميك بتاع ال H1N1 لقوا في من يعني في وفيات كانت بسبب بكتيريال سوبر انفكشنز. والداتا اللي كانت في البانديميك الفلو بانديميك بتاع 1918 لان اغلبيه الوفيات ما كانتش من الانفلونزا فيروس، كانت من سكندري بكتيريال نيمون. وفسروا الكلام ده طبعا بسهوله، انك اي فيرال انفكشن بتعمل دامج لبوث الانيت والادابتيف اميونيتي والهوست ديفنسز، فتدخل بقى الاورجانيزم سواء كانت نيموكوكاي، ستاف اورياس، اذر اورجانيزمز اللي فيها كولونايزيشن في البني ادم، تستغل هذا الضعف المناعي وتصيب الانسان وممكن تؤدي الى الوفاه. طيب في الكوفيد بانديميك بتاعنا الداتا بتاعت البكتيريا سوبر انفكشنز لسه بتتجمع، ستيل ايمرجنج، وي ار نوت شور الاسوسيشن ده موجود وات اكستنت. بس عندنا مشكله اكبر، ان دايجنوزنج الكو انفكشن ما هو سهل، از كومبلكس. دايجنوزنج بوتنشال سوبر انفكشن هاز بين تشالنجينج. حتى لما قالوا نعمل البروكالسيتونين لقوا ان البروكالسيتونين بيعلى مش بس في البكتيريا انفكشن، لا ده في اي سيستميك انفلاماتوري ريسبونس جامد بيعلى البروكالسيتونين. عشان كده في سام ريفرنسز بتقول في اسوسيشن ما بين الهاي بروكالسيتونين والسيفير كوفيد ديزيز، بغض النظر كان في بكتيريا ولا ما فيش. احنا عندنا مشكله في تشخيص السوبر انفكشنز لما مسكنا ايدينا في الانتي بايوتكس. طيب ولكن في جمله برضه بتتقال كتير، موست بكتيريا نيمونياز كوت ايرلي انف كان بي سيفلي اند افكتفلي تريتد ويز انتي بايوتكس، بالذات البرود سبيكترم انتي بايوتكس، ولهذا استعملت بكثره في البانديميك. رغم ان ال WHO محلفانا وقالت ان نو انتي بايوتكس دو نوت ورك اجينست فيروسز اونلي بكتيريا. طب ما احنا عارفين، كلنا عارفين ادي الانتي بايوتكس اند كوفيد بتاعت ال WHO. الدكتور حنان البلخي قالت انه اللي قاعد في بيتهم بكورونا ده ما يحتاجش انتي بايوتكس. ليه؟ لان ده فايرال، يعني ده قاعد في بيتهم اتس ا مايل ديزيز. انما اونلي ريسيف ذا انتي بايوتكس اف سيجنيفيكانتلي ايل وير ذا هيلث كير بروفايدر كانوت بي شور هل في بكتيريال انفكشن ولا لا. تمام؟ ودي حاله كلنا بنمر بيها.
أيوة CDC قايل antibiotics that do not work on COVID-19. We all know this. بس تعال انزل لأرض الواقع وشوف الداتا دي. الجوينت بروجرامينج انيشيتيف اون انتي مايكروبيا ريزيستنس كانت نشرة على هاف antibiotic been appropriately used في البانديميك، وقال لك a conclusion انه الكوفيد 19 بانديميك ده ثبت انه اكيلز هيل اوف ذا فايت اجينست انتي مايكروبيال ريزيست. يعني ايه اكيلز هيل؟ يعني ايه اكيلز هيل؟ عارفين التندون اوف اكيلز؟ لما قمنا أكيلس حبت تحافظ على حياته فمسكته من التندن ونزلته في مية النهر اللي بيقال إن اللي ينزل فيه يبقى خالد أو إيمورتال. ففضل حتة التندن الضعيفة فيه ليه؟ لأن هي دي اللي المية بتاعت النهر المقدس دي في الأسطورة طبعا المية ما وصلتهاش، وعشان كده في الحرب أكيلس مات بالإيه؟ بالسهم في هذا المكان لأن هي كانت نقطة الضعف. وبالتالي الناس بيقولوا الميديكال بوديز بتقول إن الكوفيد بانديميك هو ده الأكيلس هيل، نقطة الضعف في الفايت أجينست أنتي ميكروبيال ريزيست. تعالوا نشوف هل الدكاترة في العالم كله استعملت الأنتي بايوتكس في الكوفيد ولا لا. The international web-based survey to investigate the pattern of antibiotic use خد 166 participants من 23 دولة في 82 different hospitals published في أقل من سنة، وهذا survey لقى widespread broad spectrum antibiotic use in patients with COVID. كان الغالبية بتاخد combination of beta lactams مع macrolides أو مع كينولونز، وفي الاي سي يو كان البيبراسيلين تازوباكتام هو الموست كومنلي بريسكرايب. يبقى هي الدكاتره مش عارفه ان ده فيروس، هي عارفه انه فيروس، لكن التشخيص البكتيريال از نوت ذات ايزي، وكان بيبقى فيه خوف على العيان فاستعملت الانتي بايوتيك. وصلي هنا هو في الببليكيشن دي من اسبانيا قالت الازيثروميسين في شهر مارس 2020 زاد 400% عن استعماله في شهر فبراير، وكان أعلى شهر عندهم في آخر 3 سنين كان يناير 2019. في شهر مارس كانت الزيادة 320% في استعمال الأزيثروميسين، رغم أنه هو مثلا الناشنال انستيتيوت اوف هيلث في أمريكا ريكومنديشن أجينست ذا يوز اوف أزيثروميسين مايسين في الكوفيد. Another publication about the COVID and the antibiotic use. بيقول إيه؟ إن إحنا عارفين والأنيم الأنتيميكروبيا ريزيستنس however when faced with patients who are critically ill and hospitalized and the diagnosis of a possible bacterial superinfection is uncertain, الدكاترة will and should take the side of their patients by treating with broad spectrum antibiotics سواء كان ده directed by culture أو empirical therapy. تمام؟ يبقى لقينا إنه رغم إننا عارفين في الكوفيد بنضطر نستعمل ال antibiotics. وكتب كان على فكرة البابليكيشن دي بسبب الورد نيمونيا داي في نوفمبر 2020 قال لك antibiotics have probably saved الآلاف from severely ill COVID patients a therapy that was not available في ال 1918 H1N1 flu pandemic. يبقى أنقذنا ناس كتير باستعمال الانتيبيوتكس. تعال نبص بقى في مصر وزارة الصحة البروتوكول بتاعها حتى indications rapid development of consolidation for lung development of lobar consolidation leukocytosis with absolute neutropenia عيان كانت السخونية راحت ورجعت تاني CRP بيزيد with improved other markers زي الفيريتين ينزل والCRP بيعلى
البروكالسيتونين is highly specific. طبعا ده مش حقيقي لكن معلش هنعديه. فديت الانديكيشن وقسمت العيانين واللو ريسك بيشنتس وهاي ريسك. اللو ريسك كان بياخد بيتا لاكتام زائد ماكرولايت والمونوثيرابي كانت بتبقى كينولون. هاي ريسك بيشنت المتداول بياخد بيتا لاكتام سواء سيتاكسين او سيتراكسون مع ماكرولايت او ريسبيراتوري كينولون. ده الايجيبشن بروتوكول. طيب اهو نفس الكلام اتقال في البروتوكول بتاع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه، ولكن جاء بقى بيدي ريكومنديشنز انتيبيوتيك شود بي يوزد اون كلينيكال اند لاب ايفيدنس ان كيس اوف شوك. هتستعمل الانتيبيوتيكس بتاعت السيبتيك شوك البدايه كان في كوميونتي اكواير نيمونيا لو نويت اللي هو ثيرد جنريشن مع ازيثروميسين، والاسكليشن ويل ديبند اون ذا كلينيكال ريسبونس. نجيب من الاخر كلنا عارفين ان سارس كوف 2 از فيروس، وكلنا عارفين ان الفيرال انفكشن ما بتتعالجش بالانتي بايوتكس. البكتيريال سوبر انفكشنز ما احناش عارفين تو وات اكستنت ات از كومن، وللاسف ما عندناش ديفينيتيف دايجنوزز اوف البكتيريال سوبر انفكشنز. وعشان كده رغم اننا عارفين ان ده فيروس بنضطر نكتب انتي بايوتكس بالذات في الكريتيكال ايل اند ان ذا هوسبيتالايزد كوفيد بيشنتس ويز نيمونيا اند سيبسيس. بفكركم بالمنظر ده، الفطر الاسود نيوكور مايكوزز، والنبي شوف الناس ذا تايمز اوف انديا وحاطين لك ايه اعلان في الجنب كده اونلاين جوبز ان ذا يو اس اي مي باي مور ذان يو ثينك. الشغلانه ايه بالظبط؟ انا مش فاهم الشغلانه اللي عليها الاعلان دي ايه بالظبط. لكن النيوكور مايكوزز هيظهر لاسباب كتير، لان الاميونيتي واطيه، ولان الكورتيكوستيرويدز، ولان الانتي بايوتكس. لكن هنعمل ايه؟ اوقات مضطرين. تمام. ده مش بس كده، ابتدى يظهر حاجه اسمها الوايت فانجس اللي هو الكانديدا اوريس. تمام. طلعنا في المالتي دراج ريزيستنت انفكشن هوسبيتالايزد بيشنتس. هيا أنا خلصت. We are in unprecedented situation at least in our lives. إحنا ما عشناش في 19-18. الفيروس نزل SARS-CoV-2 بينتشر بسرعة. Highly infective. High fatalities حتى لو الكيس fatality rate is not so high. بيتنقل زي ما إحنا عارفين بالدروبلت والكونتاكت ويربورن. والعالم كله ملبوخ. واحنا كلنا عارفين ان الانتيبيوتكس ما بتعالجش الفيرال انفكشنز، لكن بنضطر نستعمله في السيفير ليل والهوسبيتالايز. ما تنساش الابروبريت انتيبيوتك بريسكرايبنج اونلي وين انديكيتد، ذا رايت انتيبيوتك، ذا رايت دوز اند ذا رايت ديوريشن. اند ثانك يو فيري ماتش. طبعا بنشكر الاستاذ الدكتور بليدي، رائع كالعاده، ويعني سواء كان موجود طبعا معانا او مش موجود فهو بيجذب الانظار كلها والمستمعين. الف الف شكر.